مرحبا بكم متابعينا. اكشف وزير الداخلية توفيق شرف الدين في تصريح ليه اعلامي من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة انه الابحاث جارية بخصوص الحرائق اللي شهدتها البلاد في الايامات الاخرى، وطمئن وزير الداخلية التونسيين وقال انه الجو العام متميز وانه الامن مستتب وانه ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي هي محاولات المرتزقة لا يهتمون لمصالح البلاد وينكرون الحقيقة المرة. وأضاف أنه الصفحات هذه تم إدارتها من الخارج، مشدد على أنه لو كانوا في تونس لتم التعامل معهم قانونيا وبشكل فوري وحاسم. وأكد وزير الداخلية أنه الحرائق هذه اللي افتعلت في تونس الأيامات هذه هي بسبب آراء سياسية مختلفة، ولا يريدون من نظام الرئيس قيس سعيد أن يكون ناجح، ومهمتهم الوحيدة هي إفشال نظام الرئيس قيس سعيد حتى ولو كلفهم هذا أنهم يحرقوا الدولة التونسية الكل. لكن وبإذن الله وبفضل قواتنا الأمنية البواسل باش نقوموا بالتصدي لكل هؤلاء الجرذانة، وفي الأيامات القادمة باش نقوموا بمحاسبتهم. هذا اللي قاله وزير الداخلية توفيق شرف الدين حول الحرائق، واللي كشف من خلال لقاء الصحفي هذا حقائق خطيرة للغاية. في آخر الفيديو إن شاء الله اللي جاي خير على بلادنا تونس، وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش ما فيكم بكل المستجدات.